طبعا رجل عسكري بعد ثلاث ايام التحق الدوام عسكري اشوف هاي الاجواء الحلوه صراحه يعني جاي اشوف هسه يطلع منها بنات الله يشهد معها حاله حال اختي اي يعني واكو ناس هواي مثلي بس بعد علما واخلاقه وتربيته فعلا واجواء حلوه رمضان ان شاء الله خير على العراق والعراقيين تمام تعالي 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 هواي سابقا هواي وعندي مناشده مصرف الرافدين ما صرف لنا سلف للدفاع الجيش هسه تلقون سلف واي صرف ماكو نتمنى من دوله رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ينظر للجيش العراقي احنا هم ولده وتعبنا احنا نريد سلف يعني هذا على حدود سوريا يعني ما يبني سلف اكون نفسه صحيح ولا عندنا ماستر على مصاف الرافدين وليس سلف ماكو فتحوا 25 لحد اللحظه ماكو الله يشهد من قراتك المواقعات وصل صوتي عمر كل الرسول حاضرين هاي رسالة السيد وزير الدفاع والسيد وزير الدفاع العباسي تحياتي لك رمضان كريم والسيد دولة رئيس الوزراء قضية السلف لأبطال الجيش العراقي اطلقوها يعني.